بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. جمعة مباركة مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم وأينما حللتم معنا في هذا الفضاء الحواري الأسري الروحاني الذي نتناول فيه مواضيع ذات بعد روحي لترقيق القلوب. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن موضوع التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، مصداقا لقوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه انطلاقا من هذه الآية الكريمة التي حثت المسلمين والمؤمنين على التدبر والتفكر في خلق الله تعالى. سنتكلم عن الآيات والأحاديث النبوية الشريفة التي حثت المسلمين على التدبر في ملكوت السماوات والأرض. سنتكلم أيضا عن معنى التدبر والتفكر، هل هما معنى واحد أم كلاهما يختلفان ويفترقان عن الآخر؟ سنتكلم عن مجالات التدبر، سنتكلم عن فوائدها وأسئلة كثيرة وأخرى، ابقوا معنا وحتى نفصل فيها أيضا، كما يسعدنا أن تشاركونا باتصالاتكم على رقمين اللذين سيظهران أسفل الشاشة بعد قليل، حتى تقاسمونا آراءكم وأفكاركم وحتى أسئلتكم حول هذا الموضوع، موضوع التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض. كل هذا بمعية أساتذتنا الأفاضل الذين ينورون البلاطو اليوم، بلاطو حصة مفاتيح. أبدأ بداية بأستاذنا الفاضل وأكبرهم سنا إن شاء الله وعلما إن شاء الله، آخر الله، أستاذنا الشيخ محمد قرومي، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا أخي نوفل، جمعة مباركة، جمعة مباركة لك وللسادة المشاهدين، وتحية مجددة للشيخين الكريمين معي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق في هذا الموضوع اللي هو التفكر والتدبر، يعني موضوع طويل عريض نحاول أن نتناوله في بعض جوانبه إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا ما نتمناه، لأنه الإحاطة بكل جوانبه يستحيل، ولكن إن شاء الله نأتي على بعض أهم الملامح والعناصر في هذا الموضوع. أحسن الله إليك شيخنا محمد قرومي، كما يسعدني ويشرفني أن أرحب بأستاذنا الفاضل صاحب الروح الفاكهة والعلم الغزير أستاذنا وشيخنا أحسن شيرود، مساء الخير، جمعة مباركة. ولك نوفل ولشيوخنا الكرام والمشاهدين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم، ونرجو من الله عز وجل نوفق فيها آية عظيمة أعجزت العلماء والمفكرين والفلكيين، صحيح. عز وجل أن نغوص فيها لنتعلم ولنتدبر وليستفيدون المشاهدين معنا بإذن الله عز وجل. رحب الشيخ مرة أخرى. الله يبارك فيك، وكما يسعدني ويشرفني أن أرحب بفضيلة الشيخ الذي ازدان به بلاطو مفاتيح وأعطانا دفعة إضافية ما شاء الله، أستاذنا شيخنا عبد القادر حيدة، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بك. بارك الله فيكم جمعة مباركة أخي نوفل ولشيخاي الفاضلان وللسادة المشاهدين. وهذه الجمعة تعتبر آخر جمعة من شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، التي نأمل الله سبحانه وتعالى أو من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا كمسلمين إلى الرجوع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم والتعلق به وكثرة الصلاة عليه لما فيها من خير عظيم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لمحبه، وأن نكون قد لاحظنا قوة المناسبة فيما يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت باب الله أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخله. بارك الله فيك شيخنا وأستاذنا عبد القادر حيدة، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بداية أبدأ معك شيخنا في هذا الموضوع الهام والحساس جدا كما قلت، والذي يحتاج حقيقة إلى التدبر والتفكر أيضا في إجاباته. ما معنى التدبر في ملكوت السماوات والأرض، وما هي الأدلة الواردة على ذلك من الكتاب والسنة شيخنا محمد كرم؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. التدبر والتأمل والتفكر طبعا كلمات في الظاهر تظهر مترادفة، لكن لكل منها معنى إضافي، وهذا أتركه للإخوة فيما بعد. لكني أقول ما قال الله عز وجل في الحث على التفكر انطلاقا من الآية التي معنا، قد يأتي الأمر بالنظر، النظر هنا بمقصد بمعنى التفكر وليس بمعنى المشاهدة بالعين. صحيح. النظر يبدأ بالمشاهدة بالعين، ثم بالتحليل بالعقل، ثم بالقرار في القلب. هذه الثلاثية مهمة جدا. صح. وحتى في علماء التجربة في علم الأحياء قبل ما يصدر أي قانون لابد من الملاحظة ثم تجربة. التجربة وفي الأخير نستخلص النتيجة، النتيجة أو القانون، يعني على حسب الميدان، الميدان اللي تكون فيه. احنا في ميدان الشريعة عندنا نصوص، النصوص لا يجوز النظر بدلها. إذا حضر النص بطل الاجتهاد، اجتهاد مع النص، اجتهاد مع النص. فالآية الكريمة التي صدرت وتحث الإنسان على النظر في جانب من الجوانب، النظر هنا بمعنى المشاهدة البصرية والمشاهدة العقلية، لينبني عليها حكم نهائي يعتبر نتيجة كونية. أنت لما تنظر إلى السماوات والأرض وتدرك سعة كل منهما وتدرك أسرار كل منهما لكل المخلوقات وليس فقط للإنسان، تدرك أهمية السماء وما فيها من أجرام وما فيها من كواكب وما فيها وما فيها، وتنظر إلى المخلوقات الموجودة في الأرض واحتياج هذه المخلوقات لما في السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الآية هنا يقول الله عز وجل قل انظروا، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا محمد لقومك انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. بمعنى أن الإنسان الذي لا ينظر ولا يتأمل لا تحدث فيه الذكرى، بمعنى التدبر يوصلك إلى معرفة الحقيقة الكبرى فتوحد الله عن يقين وعن علم، فتأتي الآيات مذكرة لك لما حصل لك من الفطرة الموجودة فيك. هذه الفطرة الموجودة فيك إنما يحدث لها نوع من التحريك، فالآيات إنما تأتي لكي تبعث فيك الفطرة الموجودة. بمعنى الإيمان كامن في الإنسان، ربي لما خلقنا خلقنا مؤمنين، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بمعنى كل البشرية أخضعت أو خضعت لله عز وجل من حيث الإيمان به ربا. أنت تقصد هذا حدث كما يقول العلماء في عالم الذر، في عالم الحياة. الآية واضحة، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، بمعنى وهم في صلب أبينا أبيهم آدم، طرح عليهم هذه الإشكالية هذا العهد ألست بربكم، فكانت الإجابة بلى، بمعنى أقر الجميع بأن الله رب العالمين، هو ربهم ورب العالمين. ماذا حدث للبشرية؟ حدث لها ما يعرف في الوقت الحاضر بتلويث البيئة. البيئة الإيمانية لوثت، لوثت نتيجة الإغراءات المادية ونتيجة الفساد ونتيجة الذنوب، والمشروع الشيطاني، المشروع الشيطاني يعني هو الذي وعد الله عز وجل انتشر، هو الذي انتشر، فوقع لهذه البيئة نوع من التلويث، فكانت تحتاج إلى تذكير. من هذا التذكير هذه الآية التي نحن بصددها، مش نعود لموضوعنا.
قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. لما تنظر في ملكوت السماوات والأرض تدرك حقيقة كبرى، وهي أن الله لم يخلق هذا عبثا. ولذلك جاءت الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى أن قال عز وجل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تدرك هذه النتيجة لما تتأمل في السماوات والأرض والجبال والرياح والسحب و و و و تدرك الحقيقة التي خلق الله عز وجل من أجلها الكون. ربنا نعم. ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إضافة أخرى نعم. يعني أريد حتى أربط الآيات بعض نعم. بعضها ببعض. في بداية سورة الأنبياء يقول الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بمعنى السماء والأرض خلقهم الله تبارك وتعالى لغاية. ثم يعني يثني الله عز وجل ويقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ثم يختم الختام المهم اللي يحتاجه الإنسان بل نقذف بالحق على الباطل. بعد التأمل يظهر الحق. نعم. فإذا ظهر الحق فإن الباطل يرمى بالزبد يذهب. بارك الله فيك شيخنا، حتى لا يأخذنا كثير من الوقت، حتى هذه مقدمة افتتاحية قبل أن نعرض الفيتيار الذي معنا حول موضوع التدبر. بارك الله فيك شيخنا قرومي. أستاذي حسن شيرود، نتكلم عن نماذج من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لدعوة أصحابه اللي هم خير القرون، وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم، إلى التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه. نشكر الشيخ محمد على هذه التوطئة والمقدمة، وبعد الدلائل الدالة على هذه العظمة، هذا الكون العظيم المبارك من الله عز وجل، كما قال عنه بعض العلماء كتاب مقروء مفتوح لمن أراد أن يتدبر. في هذه الآية انطلاقة منها فلينظروا إلى السماوات والأرض إلى غير ذلك، من الآيات الذي ذكر عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وقلوا السماء والطارق والسماء ذات الفروج، آيات كثيرة. يأمرنا عز وجل والأمر من الله تبارك وتعالى يقتضي الوجوب، ويتكلم مع أولي الألباب الذي وهبهم الله عز وجل عقلا يفكرون به. ليس كل الناس تفكر، بعض الناس يمرون عن الآيات العظيمة من الله تبارك وتعالى لا يعطوا لها لا أمال. فالتفكير واجب عين أن يفكر الإنسان، لا يفكر يفكر في خلق الله ولا يفكر في الله تبارك وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره. يجوز الإنسان يتفكر بالجبال والسماوات وارتفاعها والأرض وانبساطها وما إلى ذلك ليأخذ العبر والدلاء حتى يتقوى هذا الإيمان. جاء حبر من أحبار للنبي صلى الله عليه وسلم، حبر من أحبار اليهود، قال يا محمد إن نرى في التوراة أن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والدواب والشجر على أصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فبكى هذا الحبر، هذا تعمل اليهود. هذه الآية يبين أن هذه خلق السماوات ولذات الخلق العظيم الله تبارك وتعالى. الناس تنظر في الصباح ينظر إلى السماء مغمية مغشية بالسحب صافية زرقاء بيضاء، لكن لا يعطي لها اعتبار. هذه السماوات والأرض خلقها الله عز وجل بغير عمد ترونها، لا فيها آلات مثل البناء العادي، الأسس البنائية عادي، خلقت هذه السماء لعظمة الله عز وجل. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم وعجيب، يقول ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. انظرش عن السماء الأولى والثانية، ما بينهما مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. هذا المخلوق العظيم من السماوات السبع، يقول تبارك وتعالى يطويهم كطي الكتاب يوم القيامة
إذا أراد الحياة أن تنتهي ما يبقى لها أثر. ولذلك يقول حسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، يقول التفكر فيها المخلوقات، التفكر فيها ساعة خير لي من قيام ليلها. والتفكر لماذا؟ لأن لما ترى عجائب خلق الله عز وجل، لما ترى هذه المخلوق العظيم الأرض والشمس والأرض وما إلى ذلك، حتى بأنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سأريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا. هذه دلائل لماذا تقوي إيمانا. لما تنوض الصباح ترى السماء، ترى الأرض، والأرض ما فيها من الخيرات والبحار والأودية بدون ما تجلب ضرر الإنسان، هذا الإنسان يعلم أن الله تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزولا. نعم، بارك الله فيك شيخنا حسن شيرود أيضا على هذا التوضيح. أستاذنا عبد القادر حيدا، هل هناك فرق بين التدبر والتفكر والتأمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، يشكر الشيخ محمد والشيخ حسن على ما قدماه من مقدمة في هذا الموضوع الثري. ربما والذي يظهر لي أن المعاني مترادفة وربما يكون بينها اختلاف طفيف. التدبر هو التأمل أو هو التفكر، كلها مصطلحات تصب في مصب واحد الذي هو وسيلة، يعني التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى الوسيلة الوصول إلى الغاية التي هي إدراك الربوبية والألوهية لله عز وجل. وبالنسبة لغير المسلم، أما المسلم فيزداد إيمان على إيمانه الذي آمن به. ربما أقف عندما ذكره الشيخ محمد في أن الله سبحانه وتعالى فطرنا على الإيمان، نؤمن بماذا؟ بأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن لهذا الكون خالقا. ولذا ذكر آية الدر، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الآية. ولذا نركز على الغاية من التفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى ويقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه. على الإيمان بوجود الواحد الأحد الفرد الصمد موجود في كل إنسان بغض النظر عن دينه وملته، وإنما تكون هناك وسائل تخرجه من الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن رب هذا الكون واحد، وأنه هو الذي خلقه، هو موجود في جبلة الإنسان بطبعه. ولذا يؤتى إلى الأعرابي ويقول ويقال له كيف تؤمن بالله ولم تره؟ فيقول البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على أن هناك صانعا لطيفا خبيرا؟ بالإدراك، يعني بأدنى درجات التفكر، أدنى درجات التفكر من دون يعني المبالغة في التفكر. ولذا يأتي الإمام فخر الرازي وهو من هو صاحب التفسير الكبير وإلى غير ذلك، مع مجموعة كبيرة من تلامذته يمشون خلفه ويلتقطون العلم من فمه، كلما ذكر شيء كتبوه. فمر على عجوز الفخر الرازي، تصور هذا الحال الذي كان عليه هذا الكتلة النورانية من أهل العلم وما أدراك ما الفخر الرازي. فيمر على عجوز ويقول لها بعض تلامذته ألم تعرفي هذا؟ قالت لا لم أعرفه. فيتساءل الرجل كيف لا تعرفين هذا؟ هذا الإمام الفخر الرازي الذي يقيم على وجود الله، يعني هو إمام زمانه بطبيعة الحال أكيد يقيم على وجود الله سبحانه وتعالى ألف ألف دليل أو ألف ألف دليل، مليون دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. قالت لم يقم على الله سبحانه على وجود الله سبحانه وتعالى ألف ألف دليل حتى شك فيه ألف ألف شك أو ألف ألف شك. هذا ليس استنقاصا لقدر الإيمان الفخر الرازي، ولكن ما طبع عليه الإنسان من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذا قال قولته المشهورة اللهم إيمانك إيمان العجائز. أرجع ربما نذكر ما ذكره العلماء من المفارقات ما بين الملك والملكوت والجبروت، وإن كان تعطينا مفهوم ربما دقيق نوعا ما على حسب ما ذكره صاحب معراج التشوف. فيقول أن الملك هو ما ظهر من حسن الكائنات، جمال الكائنات أيا كانت، كما ذكر في الآية يقول انظر ماذا في السماوات والأرض، وهو ما يدرك بالحس، يعني شيء ملموس، أشياء ملموسة، يعني بالحواس بطبيعة الحال. نعم. أكيد. الملكوت قال هو ما بطن في هذه الكائنات
من معاني الأسرار اللطيفة والتي لا تظهر بهجتها إلا بالحس وهو يدرك بالذوق. ثم يقول الجبروت هو البحر المحيط الذي تتفق منه الحس والمعنى وهو يدرك بالكشف والوجدان. يعني هذه الفاظ ربما تبين أن الإنسان يرى بالعين الباصرة عين الرأس الأشياء الحسية ويدركها بالحواس كما ذكرت أخي نوفل، ولا بد له أن يدرك الأسرار والمعاني الموجودة في كل كائن من هذه الكائنات، ويدرك ذلك بعين قلبه لا بعيني لا بعين كما أصلاً. تسمى البصيرة. البصيرة يعني حالات. يدرك بالبصر ثم بالبصيرة، والآية تدل على ذلك. لا تعمى القلوب لكن تعمى القلوب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وحديثنا هذا سيطول حول التدبر والتفكر والفائدة من هذه العملية، وهل من يتدبر ويتفكر سيقوى إيمانه، ومن لم يقل بهذه العملية عملية التدبر والتفكر هل إيمانه صحيح كامل أم ناقص؟ يعني هناك أسئلة كثيرة وعديدة في هذا الموضوع. ابقوا معنا وتابعونا حتى نهاية هذه الحصة. معنا استطلاع أعدته لنا زميلتنا زهية هني حول موضوع التدبر في ملكوت السماوات والأرض، لنشاهده سويا ثم نعود لمواصلة نقاشنا بإذن الله تعالى. واش خلق الله ربي سبحانه باش كون نتاج الأمة من آدم وحواء عليه السلام والسلام، وقال نتفكروا في الله سبحانه واش خلق الله الليل والنهار، وخلق الكون هذا في 6 أيام إلى عمر شيء كن فيكون سبحان الله. والإنسان يستغفر مولاه إلى دار الذنب، يستغفر مولاه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستغفر مولاه، يستغفر الله 70 مرة في النهار، وكان يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هو الحياة، هو ملك كل شيء، فهمت؟ يسمى نعبده في كل وقت، مش غير في الصلوات، انت تمشي وتذكر الله، كي تجي تقضي تذكر الله، يسمع كما نقولوا احنا، هو كل شيء. الانسان ما عنده شيء، والملكوت هو سبحانه وتعالى. والتفكر، لكن الانسان كيفاش يتفكر؟ في معاشه او حياته او مماته، كيفاش لا يتفكر؟ قد ويموت كيفاش لا يحاسب؟ وحياته كيفاش لا يعيش؟ لازم يتأمل في الحياة. هي كيف المعاش، كيف المعاش، كيف الحياة، فهمت؟ يتفكر يموت غدوة، يتفكر كيفاش لا يموت، يتفكر كل ساعة، يتفكر بحياته وماماته. لابد يتفكر بحياته وماماته. احنا وش خلقنا؟ خلقنا باش نعبدوا الله سبحانه وتعالى، ماشي نروحوا لحاجة المعصية قاتك ابدا اختي. لازم نعبدوا، لازم واحد يروح الجامع، يروح الجامع يسبح قايتك استغفر موله. الكل هذاك خلقه ربي، كيفاش حاجه يعني عظيمه بزاف، حاجه اللي خلقها ربي حاجه كبيره بزاف، ما تقدرش توصفها كاع. سي نورمال، حاجه تاع ربي سبحانه. مشكورة زميلتنا زهية هني على هذا الاستطلاع الذي رصدت فيه آراء المواطنين والمشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع التدبر والتفكر. أستاذنا قرومي وأساتذتي الأفاضل أصحاب الفضيلة، هناك سؤال يعني إن شاء الله سيكون لثلاثتكم معا. أبدأ ربما بيميني، بأصحاب اليمين عن يميني، الشيخ عبد القادر حيد الذي انتهيت معه وأبدأ معه. هل التدبر والتفكر واجب على كل مسلم؟ وإذا كان واجبا، هل الإنسان الذي لم يتدبر ولم يتفكر في ملكوت السماوات والأرض هل إيمانه كامل؟ نعم، كما ذكرت لك قبل الفيتيار، ذكرت لك أن الإيمان في طبع الإنسان بغض النظر عن دينه وملته، ولكن ربما
يكون هناك اختلاف إذا ما نظرنا إلى الغاية لا إلى الوسيلة. الغاية من التدبر والتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. قلنا لغير المسلم، أما المسلم الذي ولد مسلما وفي بيئة مسلمة وفي بلد مسلم وبذلك يقر بوحدانية الله سبحانه وتعالى ولم يتدبر في ملكوت السماوات والأرض، ولكن تظهر الثمرة في الغاية التي ربما يأخذها المؤمن في قضية تدبره في ملكوت السماوات والأرض وفيما خلق الله سبحانه وتعالى، أن إيمانه يزيد، والإيمان يزيد وينقص على حسب ما ذكر علماء العقيدة، ولا ندخل في عدة تفاصيل أخرى في قضية إيمان المقلد أو غير ذلك، ولكن يعني يصح إيمانه وإيمانه صحيح بطبيعة الحال ولو لم يتدبر في ملكوت السماوات والأرض وفيما خلق الله وخلق الله في السماوات وفي الأرض وكل ما خلق الله، ولكن قلنا يؤثر في الغاية، يعني يختلف في من إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأنه واحد أحد وأنه فرد صمد وأنه المتفرد بالألوهية والربوبية ولا يتفكر، يعني نسبة الإيمان مع من يتدبر ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفيما خلق الله في من كل شيء فإن إيمانه سيزيد، ولذا تظهر ثمرة الخلاف يظهر في ثمرة التفكر في ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول أحد شعراء بل العصر العباسي أبو العتاهية: ألا إننا كلنا بائد وأي بني آدم خالد، وأمرهم كان عن ربهم وكل إلى ربه عائد، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة أولى. يعني أبيات أخرى يقول يعني وفي كل تحريكة ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل آية له وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وبالتالي كل ما خلق الله سبحانه وتعالى تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وإنما تظهر ثمرة الخلاف في الغاية من التفكر في ملكوت. أحسن الله إليك أستاذي الشيخ عبد القادر حيدة. أستاذي وشيخنا محمد قرومي، إذن حسب ما فهمت من الشيخ أنه الإيمان هو إيمان صحيح ولكن يتفاوت يعني زيادته وكماله وفضله إذا كان يعني الإنسان تدبر وتفكر، حتى أن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال المفسرون في هذه الآية: إذ أن العلماء أشد الناس خشية لله بعد تفكرهم ووصولهم إلى حقائق ما يعني في جوهرها وليس في ظاهرها فقط. طيب أنا سأتناول الموضوع يعني والطرح الذي طرحته من خلال كتاب الله، من خلال ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رضي الله تعالى عنهم. يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فيسأله: كم إله لديك؟ قال له: عندي 5. طبعا هذه عادة العرب للمشركين، كل واحد كان عنده فدبار، عنده فدبار إله وفي الحانوت إله، المهم قال له عندي في السوق إله. قال له: كم لديك من إله؟ قال: 5. النبي صلى الله عليه وسلم طرح له سؤال دقيق يحيي فيه الفطرة. وش قلنا احنا؟ كل مخلوق له إيمان بالله بفطرته، هذه الفطرة تحتاج إلى من يحركها. الله تعالى لما أنزل في آخر سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنه لا إله إلا الله، وليعلموا أن الله هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يعني الرسائل كلها مبنية على هذا البلاغ، أن تبلغ الخلق لتعرفهم بالحق سبحانه وتعالى. فما هو السؤال؟ السؤال قال له: إذا حازك أمر يعني كنت مضطر إلى أن تستجاب حاجتك، قال له: إلى من تلجأ؟ قال له: ألجأ إلى واحد. قال له: إذا دع عنك الأربع وتمسك بالواحد.
هذه إجابة يعني رائعة. هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنبقى معك لأنه معنا اتصالات فتحوا لنا زملائنا في الاتصالات. معنا ناخذ أول اتصال مع فريدة من تيبازا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته ابن نوبل. السلام على الأساتذة الكرام، على شيوخنا الكرام حفظهم الله وعلى مقامهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابن آمين، الإنسان عندما يتدبر في خلق السماوات والأرض نوع من الاستغراب، يعرف باللي هذا الرب العظيم خلق الكون وخلق الإنسان. يعني الإنسان عنده عينين، عنده نيف، عنده فم، عنده يستغرب في الخطأ. تعرف عندما ينظر نفسه إلى المرأة يستغرب، يقول سبحانك يا ربي كيفاش خلقتني، وينخي يقول شحال من إنسان خلقه ربي في الدنيا هذه، وكاع جسد واحد وكاع إنسان يفكر عليهم العقل وعطى لهم سبحان الله وعطى لهم الناس، كاين اللي عطى لهم حكمة العقل وكاين اللي عطى لهم سبحان الله. ويقول لك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يا سبحانك يا ربي العظيم، الإنسان يتدبر ويتأمل في خلق ربي سبحانه، يعرف وش معناتها هذا الرب العظيم ما خلقه، لا من الإنسان ولا من الكون ولا من البحار ولا من الحوت كيفاش خلقوا ربي، أعماق البحار من الطيور كيف يستغرب الإنسان، الطير اللي يطير 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 وعنده معيشته كيفاش عطلوا في معيشته. يعني تدبر يعجز الإنسان على ربي سبحانه، وش خلق وش تدبر وش صحيح. سبحانك يا ربي. نعم والإنسان نعم سيدة فريدة بالحكمة والموعظة الحسنة ابن نوفل صحيح. هذا نعم. هو طبع الإنسان نعم. هذا الذي يتدبر نعم. في خلق السماوات والأرض نعم. ابن نوفل صحة. بارك الله فيك، الله خيرا، الله يسلمك، إن شاء الله بالخير. آمين إن شاء الله، يحفظنا وليداتنا ويجعلها ذرية صالحة كما قالت الأخت بريكسي. الإنسان يكون إنسان صالح، صح، والإنسان صح، صالحة يبقوا دولة في الأرض ما شاء الله عليها إن شاء الله. بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا جزيلا. وكما قالت السيدة فريدة أن التدبر في خلق الله وفي خلق السماوات والأرض وهذا الكون كله من شأن أن يقوي إيمان الإنسان بربه. توقفنا عند قالوا دعك من كل هذا نعم، وتمسك بالواحد الأحد، وتمسك بالواحد الذي تشعر بحاجتك إليه. قالوا دع عنك الأربع هذه كلها كان. وهذا هو الأصل، لما تحرك الفطرة في الإنسان وتتحرك هذه الفطرة في الإنسان، قد تتحرك بسبب سؤال وقد تتحرك بسبب حادثة. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه سيد الشهداء، تحركت فطرته لما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء يضرب أبا جهل، وطبعا قال أنا على دين محمد، قالها بحنية لم يقولها عن اقتناع في الأول صحيح صحيح. لكن لما يعني رجع إلى وعيه، يعني بعد ما كان يدافع عن ابن أخيه حمية، قال أنا على دين محمد، قالها دون أن يشعر. لكن بعد تأمل يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء أدرك بأن الله أعظم من أن يوضع بين أربع جدران. الله. تدرك حقيقة الفطرة لما تتحرك، حينئذ يتحرك وجدان الإنسان ويؤمن بالله سبحانه عز وجل. وعدنا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة عن الذين تحركت فطرتهم و لجأوا إلى الله وتابوا إلى الله تعالى بعد بعد عن الله سبحانه وتعالى، حرك الله فيهم تلك الفطرة. ولهذا الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، جد هذه ولا تفضل شيخ تفضل، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم يتطلب التأمل والتدبر والتفكر. وهنا الذي اصطلح عليه العلماء
باب العلم قبل العمل. نعم. إذن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا علمت فقد تيقنت وتيقنت بعظمة الخالق، ولما تتيقن بعظمة الخالق سبحانه وتعالى تستنتج بأنك مقصر في حقه. لما تعرف عظمة الخالق تستنتج أنك مقصر في حقه، ولذلك عليك أن تستغفر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعد العلم يأتي الاستغفار واللي هو عمل. الاستغفار بداية العمل. تستغفر عن تقصيرك تجاه الخالق جل وعلا، ولذلك لا يمكن الإنسان أن يقبل على استغفار حقيقي، استغفار يقيني. كي استغفار من استغفار، كما قال أحد الصالحين، هناك بعض المستغفرين يحتاج استغفارهم إلى استغفار. لماذا؟ لأنه فرق كبير بين من يستغفر بقلبه وبين من يستغفر بلسانه. أنت لما أدركت علمت فالتزم، تمسكت بالحقيقة الكبرى، فعليك أن تلتزم وأن تترجم هذه الحقيقة. صح. تترجمها إلى واقع. نعم. فيبعثك العلم. نعم. إلى العمل وإلى الإخلاص في كل أحوال. بارك الله فيك شيخنا. نسمع أيضا شيخنا شيرود، هل التفكر والتدبر واجب على كل مسلم؟ أنا أظن هو واجب، لأن الآية تدل على الوجوب، الأمر يدل يقتضي الوجوب لمن أوتي حق الإدراك، يعني مش كل الناس هتميز وتفهم على قدره. الأستاذ ذكرنا بهذاك العربي يجوبه في الصحراء مدخل الجامعات، ولا تخلي يفتح عقله ببعض الأفكار، يعني على فطرته السليمة يقول البعرة تدل على البعير والسير يدل على المسير، ثم يلفت النظر والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج، ألا يدلان على العليم الخبير اللطيف. هذا العربي مدخل الجامعات على فطرته، هذه الكلمة تدرس في الجامعات الكبرى، أهل العقيدة يمرون عليها. إذا كان هذا النظر والتأمل في ملكوت الله عز وجل، ما الفائدة؟ يعطيك الفائدة لأنك تعبد إلها عظيما، وتعبد إلها قادرا، وتعبد إلها قويا، وتعبد إلها أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يكون يقول الشيء كن فيكون. إبراهيم عليه السلام رغم هذا النبي العظيم إبراهيم عاش مع قوم الخلافات والشكوك في ذات الله عز وجل، فكان ينتقل بهم من مرحلة إلى مرحلة في النجوم والشمس والقمر، حتى إذا أفلت قال معلق قال لا أحب الآفلين، هذا ربي أكبر هذا أكبر إلى غير ذلك، ثم ألفتهم إلى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إبراهيم عليه السلام يقول ربي يوم الله تبارك وتعالى ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال الله تبارك وتعالى أولم تؤمن. لا شك أن إبراهيم كان راسخ الإيمان، كان قوي الإيمان، بل هو الذي جاب مع قوم مراحل حتى يدركوا حقيقة الإيمان ويدركوا حقيقة المعبود، حقيقة اللي نخروا له ساجدين أوابين مستخبرين والله. فقال الله ألم تؤمن؟ قال بلى بلى، ولكن ليطمئن ماذا؟ قلبي. النظر إلى الآيات الكونية، ولذلك ترى علماء الغرب مش مسلمين إذا هم الذين كشفوا أشياء أسرار كثيرة في الكون. إذا صادمت أفكار مدى المخلوقات العجيبة توقفوا وآملوا بالله تبارك وتعالى. ولذلك يسعد بعض الناس في الفلك يقول أسمع الأذان مثل ما أسمعوا في مساجد المسلمين بين السماوات والأرض، يعني بين في القمر وما إلى ذلك وما يجوده، أشياء عجيبة يرونها. إذن إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما شك إبراهيم يوما حاشا لله، ولكن النظر إلى الكون والتأمل لما ترى أشياء عظيمة تصادفك مثل الكون حتى بمخلوقات الإنسان، ترى لماذا الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول ماء العين مالح وماء الأذن مر وماء الأنف حامض وماء اللسان حلو، لماذا؟ هل خلقت هكذا؟ وزع الله هذه الأشياء هكذا؟ لا، ماء العين مالح لا تفسد هذه العين، هذه من فطرة الله عز وجل، وماء الأذن مر كي لا تدخل حشرات أبدا، يقي الإنسان تبارك وتعالى من دخول الحشرات إذا نام واستسلم الله تبارك وتعالى، وماء الأنف مدخل عجيب، ماء الأنف حامض لا تدخل حشرات أبدا، ولكن لما جاء إلى ماء اللسان جعله حلو ليتذوق به الإنسان المذائق والأنواع التي خلق الله عز وجل. موسى عليه السلام قال ربي هل تنام عليه السلام، وهو يدرك موسى عليه السلام أن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، قال يا موسى خذ قلتين من الماء وامسكهما واحذر أن تنام أو يسقطا من أيديك،
يعني احنا القلتين عمرهم الماء ومسكهم وما بالك تنام. فشد موسى القلتين وطال هكذا بالمقام حتى اخذ سنة من النوم، طلق احدهما فانكسرت. فقال الله لموسى: وعزتي وجلالي يا موسى، لو نمت لحظة لسقطت السماء على الأرض، والله يمسك السماوات والأرض أن تزول. هذا من عظمة الله عز وجل. لو الإنسان ذو المخلوقات هذه في جسم الإنسان، في خلقه، في يديه، في أطرافه، في عينه، في بصره، شم رائحة الشم نعمة كبيرة. شيخ نوفل وأساتذة الكرام، جاني أستاذ يوم من الأيام مريض، كل ما تكلم معي إلا وشرب كوبين من الماء، يعني يفجع كل لحظة يشرب الماء، يتكلم ويدرك ويشرب. فقلت: أخي الكريم، يعني ما بك؟ تعجبت؟ قال: يا شيخ، ذهب مني ريق اللسان. سبحان ريق ما عندوش هذا كلمة الشيخ، ربما الغدة التي تفرز اللعاب تفرز ماتت، يعني لابد يشرب الماء. ذهبت، تخيل هذه نعمة كم تساوي. الله صح، لا توزن نعمة الكلام، نعمة الشم، نعمة البصر، نعمة الأقدام. في أنفسكم أفلا تبصرون؟ أفلا تبصرون؟ فالمسلم لماذا إذا تذكر وأمعن أن الله صانع كل شيء يزيد إيمان عجيب، يزيد إيمان أثقل، ويزيد إيمان صلابة. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى إيمان الله عز وجل قال: إني أرى في المنين لابني أن يذبحك مباشرة، لأنه يعرف عظمة الله عز وجل. ولما ألقوه في النار جاءه جبريل قال: يا إبراهيم، ألك في حاجة؟ قال: لا، إلى الله نعم، أم إليك لا، فأنت مخلوق من خلق الله عز وجل. صح. وهكذا حتى نجاه الله عز وجل. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. بارك الله فيك شيخنا حسن شيرود. شيخنا حسن شيرود ذكر نموذج إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام الذي يعتبر أروع مثال ضرب في القرآن الكريم على التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، ووصل بذلك إن صح التعبير إلى وحدانية الله، أم كما يقول البعض أنه بعد هذه السلسلة من التدبر والتفكر وصل إلى وحدانية الله. ولكن نحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام يعني هو نبي ورسول، أم أن هذا كان كمثال للذين أشركوا حتى يؤمنوا بوحدانية الله؟ وأيضا أستاذنا عبد القادر حيدة، هل يخول هذا لبعض الناس الذين يقولون ما دام أن الله عز وجل اللي هو سيد 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 الأنبياء وأبو الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، قالوا: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا كلم الله موسى يقول له: ربي أرني أنظر إليك. فمن خلال هل هذه الحجج تخول لهؤلاء الناس أنهم يذهبون إلى ربما أشياء مسلمة في الدين ويشككوا فيها حتى يقول لك حتى نؤمن؟ ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إياك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا منبت الأزهار عاطرة الشدى، ما خاب يوما من دعا ورجاك، يا أيها الإنسان مهلا ما الذي بالله جل جلاله قد أغراك. نعم، سيدنا إبراهيم الخليل، لكي لا ندخل في الجانب العقائدي، سيدنا إبراهيم الخليل هو خليل الرحمن، وسادات الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم هم من جاءوا بالإيمان الخالص لأممهم. إذا كان الإنسان العادي يولد على الفطرة، فما بالنا بمن اختصهم الله سبحانه وتعالى، صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. ولكن الأنبياء قدوة لأممهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصناما آلهة نيالك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، قال هذا أكبر في القمر، إلى غير ذلك. بهذه الطريقة التي هي التفكر والتدبر الذي نعم هو كان ينقل ويعني يأتي بالحجج لقومه الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وإن الله وإنما لأن الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا إبراهيم بأنه من الموقنين وأنه أراه ملكوت السماوات والأرض، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولكن قال العلماء أن مقصود لنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ماذا؟ أن ينتقل بقومه ويثبت عليهم الحجج الدامغة، كما يعني كسر الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون، أيضا يعني صار يثبت عليهم الحجج يعني بما تدركه عقولهم، وآمن به من آمن.
فسيدنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعلى غرار سائر سادتنا الأنبياء جاءوا بالتوحيد الخالص لأممهم كمقدمة. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ماذا كان يفعل؟ كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يعني بدأ في هذه العبادة التي لابد أن يعتبرها المسلم عبادة من يعني ولا يعتبرها شيء يعني داخل في العقيدة، وإن كان هو كذلك ولكن شيء يعني يبلغ به مبالغ زيادة الإيمان. كان يتحنث ليالي ذوات العدد في غار حراء، ف ويعني قبل البعثة، ثم جاءت البعثة مدة 13 سنة في مكة المكرمة وهو يرسخ العقيدة فقط من خلال ما كانوا يشاهدونه. لذا خاطبهم الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وأذكر ما ذكره الشيخ حسن لكي لا يفهم المشاهد خطأ، هو يعني كان مفهوم عراقي، فأنه مثل بسيدنا موسى في قضية القلتين، وأن الله سبحانه وتعالى يمسك السماوات والأرض أن تزول ولكن إمساكا ليس كإمساكنا، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بقدرته وقوته، بأيد يعني بقوته، لكي لا يفهم المشاهد التشبيه والتعطيل، لا، لكي لا ندخل في هذا الجانب، إنما الله سبحانه وتعالى يمسك الأشياء بقدرته وقوته سبحانه وتعالى لا بجوارحك التي هي بالنسبة للمخلوق. حاشاه سبحانه وتعالى بطبيعة الحال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن علي. والأنبياء هم قدوة وهم أعظم الناس إيمانا بالله سبحانه وتعالى، لأنهم عرفوا الله سبحانه وتعالى. أما وما قدر الله حق قدره، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق جل في علاه، ولذا كان يخشى سادنا يعني إذا كان العلماء هم أشد خشية الله سبحانه وتعالى فما بالنا بالأنبياء. ولذا قال ربي أرني، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فخر موسى صاعقة، يعني شدة فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقة إلى غير ذلك. فكل سادة الأنبياء المراحل التي ذكرت في القرآن الكريم أو مناهجهم في القرآن الكريم أو في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أو في سننهم في شرائعهم إنما هي لإثبات الحجج على أقوامهم، لأن الله سبحانه وتعالى يرسلهم إلى أقوام يشركون بالله سبحانه وتعالى لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، يعني ويخرج منهم ذلك الشيء الجبلي الموجود في طبيعة الإنسان كما بدأنا يعني في أول الحصة. نعم، بارك الله فيك شيخنا عبد القادر حيدة، وأشكر لكم كلكم السادة أصحاب الفضيلة على هذا الفهم العميق والدقيق والمستنير المستضيء بالكتاب والسنة النبوية المطهرة. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم ومعنا تقرير أعدته لنا زميلتنا زاهية هني حول هذا الموضوع، موضوع التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. جعل الله تعالى العبادات ينهل منه العبد فينتفع بما عرفه، سواء من الجانب العلمي أو الجانب الإيماني، فالصلة التي تربط الإنسان بالكون وثيقة، ومجالات التفكر في خلق الله لا حصر لها. فمن طرق هذا الباب رأى في كل شيء آية، وبالإضافة إلى النفس البشرية أهم مواضيع التفكر يوجد الحيوان والنبات والجبل والبحر والحجر وسائر المخلوقات الأخرى. تقاعس الكثير من خلق الله تعالى عن هذه العبادة وأهملوها وحرم منها الكثيرون،
فلا بد لهم من استدراكها والعودة لها لفوائدها التي لا حصر لها. فبها يقر العبد بوحدانية الله تعالى ويزيد قربه منه، وهي تزرع الخوف والخشية من الله عز وجل ويزيد من تواضع المرء لله، يكسب الروح نقاء وصفاء ويحيي القلب فيزيد من إيمانه ويقينه بقدرة الله تعالى، يفتح الأبواب لطلب العلم والمعرفة ليكتسب المرء علوما جديدة تنفعه في شتى المجالات، كما تزيد اليقين بمجيء يوم القيامة والوقوف بين يدي الخالق العظيم، وبالتالي تحث على العمل الصالح ليكون له زادا. يدرك المتأمل أن هذا الكون الفسيح بما فيه لم يخلق عبثا ولا باطلا، فلا يملك الإنسان بعد هذا إلا أن يتوجه إلى خالقه ومالكه خاشعا متضرعا. شكرا للزميلة زهية هني على هذا التقرير الذي رصدت فيه لنا التفكر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض. سادنا وشيخنا محمد قرومي، نتكلم عن فوائد التدبر في الكون، وهل يؤدي هذا التدبر يعني إلى زيادة الإيمان؟ وأيضا معنا أنه كل العلوم الكونية، علوم الدنيوية، تقدمت بعد تفكر وتدبر أصحابها في جوهر الأشياء وليس في ظواهرها فقط. شوف أخي نوفل، احنا للربط بين أول آية أنزلت اقرأ وآخر آية أنزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، للربط بينهما. هذه البداية، بداية المعرفة. ولذلك ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدردشة قبل المباشر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث من سلك علما، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا يلتمس به علما هي اقرأ، سهل الله له به طريقا إلى الجنة هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. بمعنى العلم يؤدي بك إلى النجاة يوم القيامة. وأول علم مطلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله. لما تدركها عن طريق العلم فإنك تثبت. لما تأخذ لا إله إلا الله عن طريق الإرث فإنها تتذبذب حسب الأحوال والمعطيات. مش عارف، لا معنى وصل. راني معك. نعم، عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه يقول كلمة عجيبة، يقول لا نريد من الشعب الجزائري أن يكون إيمانه وراثيا، حاجة موروثة، حاجة موروثة تفرط فيها بكل سهولة، تجيك حاجة خير منها تبدلها، لكن نريد أن يكون إيمانه ذاتيا أي نابعا من ذاته وقناعاته. ولما نقول ذاته بمعنى عن قناعة، أنت تؤمن عن يقين. النابلسي ربي يحفظه وهو يشرح معنى العبادة يقول لك العبادة طاعة طوعية، يعني تقوم بها وأنت بمحض إرادتك، طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها أساس هذه العبادة معرفة يقينية، اقرأ باسم ربك فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن هذا العلم اليقيني إذا تحقق ارتبط صاحبه بالفطرة، ولما يرتبط صاحبه بالفطرة يعني يكون سلوكه سلوكا عاديا، سلوكا قويما، سلوكا لا عوج فيه، ينطبق الكون مع الإنسان بعلمه وبيقينه مع القرآن الكريم. ها؟ اللي قال فيه رب عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأنت يتفق عقلك مع قلبك
مع فطرتك في قضية واحدة وهي اليقين في الله تعالى. ولهذا يقول ابن عطاء الله السكندري يعني حتى نواصل الفكرة، يقول كيف يحجب الله شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ الله تعالى موجود قبل كل شيء، فكيف يحجبه شيء عنه سبحانه وتعالى؟ كيف يحجب الله شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يحجب الله شيء وهو الظاهر في كل شيء؟ يعني أي شيء تدرسه تدرك بصمة الخالق الواحد جل وعلا. كيف يحجب الله شيء وهو الظاهر في كل شيء، وهو الذي أظهر كل شيء، وهو الذي ظهر قبل كل شيء؟ هذه العبارات التي يذكرها الروحانيون يعني الربانيون، هذه العبارات هي التي تجعلك تفكر وتتأمل. وأنا أنصح المشاهد الكريم بقراءة كتاب قيم في هذا المجال. يقول الله تعالى بعد ما ذكرنا حالة الإنسان لما يغفل عن الفطرة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى أن يقول سبحانه عز وجل في نهاية الآيات فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أنت لما تقرأ القصص، قصص الأولين، وتدرك لماذا أرسل الرسل، وتدرك الحجج والبراهين التي أعطاها الرسل لأقوامهم، راك تتوصل إلى الحقيقة الكبرى، وهي معرفة الله سبحانه عز وجل عن علم وعن يقين. بهذا إيمانك يكون ثابتا، يزيد بالطاعات، وتدرك أنه ينقص بالمعاصي، فتسرع إلى الاستغفار والإنابة. قلت تجربة وأعطيتها للتلاميذ، وهي لماذا استجاب الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ولم يستجب لسيدنا موسى عليه السلام لما طلب الرؤيا أرني أنظر إليك. الآيتين يعني واضحتين، هذه أعطيتها للتلاميذ كتمرين ليجيبوا عليه. ف طبعا التلاميذ قال لك هذا رسول وهذا رسول، لماذا العلماء ما نعرف احنا نريد ان نرفع من مستوى تلاميذنا يعني الحمد لله. فالله تعالى استجاب لسيدنا ابراهيم ولم يستجب لسيدنا موسى عليه السلام، وكل منهما رسول. صح، كل منهما رسول، وكل من اولي العزم من الرسل، كل من اولي العزم من الرسل. طبعا التلاميذ يعني احتاروا في الإجابة، فذكرت في الإجابة النموذجية بأن الله سيدنا إبراهيم عليه السلام طلب شيئا ممكنا حصوله للإنسان، يقبله عقل الإنسان ومهيئ لقبوله. طلب كيف يحيي الله الموتى، رب عز وجل أعطاه نموذج، قال فخذ أربعة نموذج مشاهد، نموذج ملموس. قال فخذ أربعة من الطير فصلهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا. القوم شاهدوا كيف كان الطير، ثم قد قطع إلى أربعة أجزاء ثم نثر في الجبال، فأمر الله تعالى هذه الأجزاء أن تتجمع فتجمعت. وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فكان درسا واقعيا في إحياء الموتى، أريني كيف تحيي الموتى، ربي أعطاه نموذج. سيدنا موسى عليه السلام الرجل أيضا الذي قصة صاحب الحمار الذي أمته الله مئة عام آزر. لكن احنا نبقى في النقطة نتاعنا يعني حتى لا يتشعب النظر بالمشاهد. سيدنا موسى عليه السلام طلب شيئا، طلب رؤية الله عز وجل، الله تعالى طلب أمرا لا يستطيع البشر تحقيقه في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد لنا بأنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، يعني أكد لنا رؤية الله تعالى يوم القيامة. العقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكر اللهم اجعلنا منهم. وذكر الكفار الذين هم محجوبون
عن رؤية الله تعالى يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن في الدنيا الذين آمنوا الحسنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله تبارك وتعالى اللي هي أكبر نعيم الذي يبشر به الله تعالى المؤمنين يوم القيامة. فرؤية الله تعالى هي مكرمة يعطيها الله تعالى لأهله، لأهل الإيمان يوم القيامة. أما في الدنيا فأبصارنا غير مهيئة، لا تستطيع تحمل رؤية الله تبارك وتعالى، لهذا لم يعطيها الله لسيدنا موسى عليه السلام، بل أعطاه نموذجا بأن أظهر الله نوره للجبل. ماذا وقع الجبل؟ فتت. وإذا نظرنا إلى عظمة الجبل وعظمة الإنسان نجد بأن الجبل أعظم من الإنسان. فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. لن هذه تفيد النفي الأبدي في الدنيا، وهذا دليل على قوة قول القائلين باستحالة رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة. في الدنيا يعتمدوا عليها، لن قالك لأنها تنفي الزمخشري وكذا، ولكن ليس هذا موضوع نقاشنا، ليس موضوع نقاشنا. المدام حيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل اللي هو الدليل على عدم إمكانية رؤية الله تعالى، لأنك غير مستعد لذلك، يعني مؤهلاتك لا تؤهلك لذلك. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، حينئذ أقر سيدنا موسى عليه السلام بحقيقته. ماذا فعل؟ خر صاعقا واستغفر الله تعالى. صح، من هول الصدمة ومن هول استغفر الله من أنه طلب شيئا غير ممكن في الدنيا ممكن له. ابن عباس يقول ظهر له مثل الأصبع الإبرة، يعني نعم شيء بسيط، ظهر للجبل فقط. نعم، من نور الله عز وجل. نعم، سبحان الله، لا إله إلا الله. شيخنا ما زلت معكم حتى أنتقل إلى أستاذنا وشيخنا أحسن شيرود، ولكن قبل ذلك معنا اتصال من تيارة مع بن حليمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا. تحية لكل الأساتذة الكرام وحفظكم الله، وجمعة مباركة إن شاء الله. الله يبارك. سيدي الكريم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا الباطل سبحانك فقنا عذاب النار. هنا يتذكر الإنسان سيدي الكريم كل هذه المخلوقات يقول فقنا عذاب النار، لم يقل أدخلنا الجنة، لم يقل أعطينا الأموال، لم يقل. هنا يسأل الإنسان نفسه فقنا عذاب النار. يقرأ آية أخرى: أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إنما ترجعون. هنا الشيء اللي راه خاصنا، ما راناش نتلذذ بالقرآن الكريم. يعني اليوم تصلي لو كان يعني تجي عند المسجد وتسقسي واحد وتقول له خبرني الشيخ اليوم في صلاة المغرب ولا العشاء واش من آية قرأها، يقول كلها معنى بالي. يعني القلوب صح، القلوب راهي هامة سيدي الكريم. لأننا نفكر في ملك السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قول الإنسان يغزل مع نفسه ويسأل سبحان الله، العين هذه اللي خلقها لربي باطل، واليد خلقها لي باطل، والرجل خلقها لي باطل. شوف الإنسان باش يروح يخسر، يجيه مرض يروح يخسر الملايين باش يحولوا الرجل تاعه وربي أعطاها له. الإنسان اللي يفكر في هذا الشيء واللي يتأمل ويسجد لله سبحانه وتعالى ليل ونهار ويقول رب العالمين الله يبصرنا ويعطينا البصيرة أكثر من بصر. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، تحية لك خويا بن حليمة والأهلنا كلهم في تيار. شكرا جزيلا شيخنا حسن شيرود. قلنا أنه القرآن حث ودعا ورغب في التدبر في 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 الكون، والعلم الحديث قلت أنه تطور بالتدبر. وهناك من الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، يعني ما دعا أيضا المسلمين إلى التدبر والتفكر. فلماذا ما زال المسلمون اليوم، يعني هذا ليس حكم قيمي، ولكن يقول بعض الناس أنه المسلمين يعني تأخروا عن العلوم التي كانوا روادا فيها، كانوا هم في الصف الأمامي. كان المسلمون في زمن ما هم الذين يبدعون، هم الذين يخرجون إلى الدنيا أشياء اكتشافات
التاريخ حافل بتلك الأسماء التي دونت اسمها بماء الذهب. قل لك الآن سبب تخلف المسلمين عن الركب الحضاري هو عدم تدبرهم وتفكرهم في كل الأشياء، ولمنها أهم الأشياء وعمدة هذه الأشياء اللي هو التدبر في ملكوت السماوات والأرض. بارك الله فيك، سؤال قيم حقيقة. وللأسف كان الأولى بنا نحن نخرج أسرار ما في الكون من خلال القرآن الكريم ومن خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما يغنينا عن الكل. أسرار القرآن الكريم لو تدبرها العلماء بمعنى الكلمة سيخرجون يعني اكتشافات كثيرة في هذا الكون، منها مراجع البحرين التقيان، هذه مذكورة في القرآن، اكتشفها الأوروبيين، لكن صادموا حينما وجدوها في القرآن الكريم. حزام القمر عند انشقاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم احنا كقصة وحادثة وقعت، لكن هؤلاء الباحثين الغربيين صعدوا إلى القمر وجدوا فيه حزاما أسودا ودقوا بالتفصيل متى لما نزلوا إلى الأرض، قالوا وجدنا حزاما أسودا في القمر، وهذا القمر على نماذج وما فيه انشق في قرون مضت خالية في عهد كذا وكذا، كان قريب عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على شاشة كبيرة في أمريكا يتكلم هذا الرجل الباحث بهذه النقطة، وإذ به عالم من علماء المسلمين يقول نعم انشق القمر، ولجينا في القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه معجزة. فيقول الصحافي لهذا الباحث العالم، يقول له أمريكا وما فيها بذلت من أجل أن تصعد إلى القمر ملايين بل بلايير من الأموال وأجهزة كبيرة من أجل أن تكشف وتثبت للمسلمين أن القمر انكشف وتصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن أرى يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. إذا احنا كان الأولى أن نكشف أسرار الكون من خلال القرآن الكريم، لأن الكون هذا خلق الله عز وجل والإنسان خلق الله تبارك وتعالى، لكن عندنا يقين في القرآن الذي حوى بعض المعجز كثيرة. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لما ندرس كون الشمس مثلا، العلماء يقولون الآن الشمس هذا الكوكب العظيم الذي نستظل ونتنور بنوره ولولا لا تمجمد الناس وماتوا يعني هلكا، لكن من رحمة الله عز وجل يقولون الشمس أكبر الأرض، هي أكبر أصغر كوكب يعني، يقول الشمس أكبر من الأرض بمليون ونصف مرة، مليون ونصف مليون مرة. تخيل ملايين، هذا الشمس أكبر الأرض، هي أكبر من الأرض بملايين. هذا الشمس الذي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوما لمعاذ، يا معاذ أتدري أين تغيب الشمس؟ فيقول معاذ الله ورسوله أعلم. قال إنها إذا غابت تذهب تحت العرش فتخر تستأذن من الله فتخر ساجدة لله رب العالمين. قال فيأذن لها ويأتي يوما تستأذن فلا يؤذن لها فيقول ارجعي كما كنت، فتطلع الشمس من مغربها. هذا الشمس الذي تدنو أخي نوفل شيوخ كذلك مشاهدين تدنو على رؤوس الخلائق يوم القيامة في المحشر، أنهم من يلجم عرقوا إلى هناك ومن إلى وسط ومن إلى حقوه ومن يغوص بالعرق. هذا الشمس الذي منها يصطفي الله أناسا أطهار أتقياء ساجدين راكعين يستظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هذا الشمس المباركة لو تدبرها الإنسان المسلم من خلال القرآن الكريم، والله يقول والشمس وضحاها وآيات كثيرة وعجيبة. هذا الشمس لولاها كيف يعيش الإنسان؟ ولو اختفت مرة كيف يعيش الإنسان؟ ولو دنت مرة كيف يعيش الإنسان؟ ولو تغيرت أنملة مما خلق الله عنه لتغير العالم وما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث كثيرة على التدبر والتفكر يعطينا بعض الالتفاتات لو رأى ما رأى عليه الصلاة والسلام. قال لأحد الصحابة أذن الله لي، أذن لي أن أحدث بملك من الملائكة. قال استأذنت من ربي فأذنني حدثكم على واحد من خلق الله هم الملائكة العظام نورانيين الذين لا يعصون الله ما أمرهم. قال هذا الملك يقول ما بين عاتقه، ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. تخيل هذا الخلق العظيم بين الأذن والعاتق والكتف مسيرة 700 عام. تخيل المخلوقات التي أخفت عن الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أخفت عن كثير من المعلومات. ندور احنا في جوف الأرض نرى المحيطات، العلماء لا زالوا يكتشفون ما في المحيطات، ولكن ما زالوا عاجزين أن يكتشفوا أسرارا تعجز وتبهر الإنسان لحد ما. يوما ما قرأت في موضوع ما
أنهم اكتشفوا بعض المحيتان في باطن تعيش في الأغوار البحر، وأنها لو طفت على السطح يعني لا وقعت أمواج وتلاطم في البحر. اكتشفوا بعض المخلوقات من الحيتان لم يدركوها لا من قبل ومن بعد. هذا البحر العظيم سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل موسى على روايتين، قيل كيف يكون يوم القيامة هذا البحر؟ قال يسلط الله عليه بعوضة فتشرب هذا الماء. تخيل هذه البعوضة، هذا خلق الله تبارك وتعالى. هذا الكوكب العظيم الذي نعيشه من أرض وسماء وجبال وأنهار وأرض، والأرض يقول ربي وذللناها لكم ذلولك الأمة الطيبة والحنون بالناس الذي عليها، فيها المياه فيها النبات فيها نعيش ندب على ظهرها، ما اهتزت يوما ومن انشقت يوما وما بلعت البشر يوما إلا إذا أذن الله لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذا المخلوقات الذي نعيش ما من آية إلا تدل على الله. ينظر الإنسان عن يمينه وشماله، لو تغير تبكى الإنسان بهذا الذراع، انظر إلى الناس الذي بطرت ذراعهم وجعلوا بعض الذراع المصنوعة يعني ما يتحرك ولا يلمس ولا يتذوق، وانت جعل الله تبارك وتعالى بهذه اليد إعجاز عظيمة. تخيل بعض العلماء يقول لك لو أعطاك ربي أربعة أصابع لا تستطيع أن تقبض بها بشيء، ولا تكتب بها ولا تأكل بها ولا تقبض. هذا يضاهي عن كثير من الأشياء التي يحتاجها الإنسان. تخيل لو الإنسان تبارك وتعالى جعل له بصرا واحدا، كيف يرى عن يمينه وشماله؟ تخيل لو لم يجعل له يعني سمعين، إذا تعطلت أخرى سمعت بالأخرى، والعين كذلك، واللسان ما فيه من إعجاز وعبر الإنسان عما في داخله. ولذلك يقول تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بارك الله فيك شيخنا حسن شيرود، وحديثنا هو حديث الأشجان وحديث الروح وحديث الرقائق. معنا ومضى حول برنامج حديث الروح لنتابعه سويا، ثم نعود استخلاص المفاتيح الختامية من مشايخنا الأفاضل. حديث جرى بروحي سرى حديث الروح يوم الجمعة 9 ليلا على قناة القرآن الكريم. حديث الروح عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحدث دائما حديث الروح وحديث الأشجان وحديث الكواليس أيضا عن هذا الموضوع الذي كما أسلفنا في بداية الحصة أنه حديث ذو شجون وحديث متشعب وله عدة تفرعات. إن شاء الله حاولنا أن نأتي على بعض من زواياه وجوانبه. أستاذنا عبد القادر حيدر نستخلص منكم المفاتيح الختامية في هذا الموضوع، نصائح لنا ولأنفسنا وللمشاهدين الكرام حول التدبر والتفكر وإعمال هذه النعمة التي وهبنا الله إياها للوصول إلى الحقائق التي تقوي إيمان الإنسان بربه وتوثق عرى الإيمان. نعم، قلنا هذه هي ثمرة هذه العبادة إن صح التعبير، هي الوصول، هي وسيلة للوصول إلى الغاية التي هي زيادة اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى، صفاء الروح، صفاء السريرة في أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المتفرد بالألوهية والربوبية له عز وجل. ولذا نجد أن وحدانية الله سبحانه وتعالى أمر قهري على الوجود، إلا من لم يؤمن بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبذلك يجحد لا أكثر ولا أقل، واستيقنتها أنفسهم. إيه، فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد كما ذكرنا. وفي كل ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد،
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا نجد أن الأمر قهري في قضية التفكر بوحدانية الله سبحانه وتعالى والإقرار بربوبيته وأوليته عز وجل. ولكن هذا لا يمنع الإنسان يتفكر قلنا للوصول إلى الغاية وهي ثمرة زيادة الإيمان ونقاء وصفاء الروح. ولذا نجد سيدنا علي يشير إلى هذا المعنى تنسب إليه أبيات يقول فيها: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك، دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. يشير إلى قوله تعالى: وفي أنفسهم أفلا يبصرون. الإنسان يبصر فقط إلى نفسه. وقد ذكر الشيخ حسن بعض يعني لماذا اللعاب حلو إلى غير ذلك. نجد أن الله سبحانه وتعالى عجزنا فقط في نظرنا وتفكرنا تدبرنا عفوا في أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذا كان السلف يتدبرون لا لنقص إيمانهم ولكن لزيادة إيمانهم. سيدنا شريح القاضي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ويعني الذي كان في عهد سيدنا عمر كان قاضيا معروفا، كان يقول لمن معه: اخرجوا بنا ننظر كيف خلقت الإبل، ليرجع إلى قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لأن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى النظر إلى الإبل قبل النظر إلى السماوات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى غير ذلك. فأرشدهم، فكانوا يتفكرون في هذه الإبل المخلوقة. فذكر فأنت إنما أنت مذكر. وبالتالي يعني الإنسان لابد أن يتفكر ليزيد إيمانه في الله سبحانه وتعالى، ويكون على خطى السلف في التدبر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. والآية التي جعلتمها كمحور وشعار لهذه الحصة: وننظروا ماذا في السماوات من المجرات والكواكب السيارات والثوابت والقمر والشمس والليل والنهار والمجرات، ومازال ولابد أن نخضع الاكتشافات العلمية للقرآن الكريم وليس العكس. الأرض نجد فيها الزروع، النباتات، الأفنان، كل شيء يعني مختلف الألوان والأذواق إلى غير ذلك، يعني مما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى: أفرأيتم النار التي ترون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، إلى غير ذلك. الإبل كيف خلقت، لأنهم كانوا مع أن الإعجاز العلمي الحديث بوجود توفر الآلات يعني أعجزت فقط في الإبل هذه كيف خلقت. كانوا في القديم ينظرون إلى ربما خلقتها كيف يعني تكابد، والعطش كيف خلقت، وأنها اجتمع فيها المركب وأنه يؤخذ من لبنها ومن صوفها. سفينة الصحراء، سفينة الصحراء يتحمل العطش أكثر من شهر ونصف الشهر، إلى غير ذلك. فلابد أن يكون المؤمن على هذا النسق وعلى هذه النماذج التي كان عليه سلف الأمة في زيادة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى ويقينهم في وحدانيته وألوهيته وربوبيته. الله بارك الله فيك أستاذي عبد القادر حيدة. ومما وصل إليه العلم والحديث واكتشافات العلماء أن الجمل سبحان الله يعني الإبل الذي ضرب الله به المثل، يقال أن في بصره في عينه يعني يرى الإنسان الذي يصطحبه يراه أكبر منه بأضعاف أكثر من 3 مرات على حجمه الطبيعي، ولذلك ينقاد له ورناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تكون. سبحان الله، ولو رآه خير هذا صحيح، ولو رآه أصغر منه لحقره وجلسه. سبحان الله، لا إله إلا الله. شيخنا أيضا المفاتيح الختامية من فضلك ونصائح دائما إن شاء الله لنا إن شاء الله. حديث هذا نحن نقول في هذا المجال: الفضل لمن سبق، لأنه ترك لنا إرثا عظيما نستطيع من خلاله أن نصل إلى الحق سبحانه وتعالى. وأقصد بذلك يعني كل ما ورثناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين إلى أن وصلنا إلى هذه العصور المتأخرة. من سار على نهج الصالحين تعلم ثم تأدب ثم أخلص، تعلم ثم تأدب ثم أخلص. ولما يتحقق هذا الإخلاص لله عز وجل في التعلم والتأدب مع من هو أكبر منك علما ومع من هو أكبر منك سنا، الله تبارك وتعالى يرزقك الثبات، يرزقك الثبات على النهج وعلى المبدأ، وبالتالي تصبح
علاقتك بالله سبحانه وتعالى علاقة متينة يظهر أثرها في الواقع. وهذا اللي يهمنا احنا في المجال هذا، الذي يهمنا أن يكون واقعنا منقادا لنصوص الكتاب والسنة، أن يكون واقعنا مطابقا لإسلامنا العظيم. احنا دائما نقول عندنا دين عظيم، والشيخ الغزالي رحمة الله عليه كان يقول لنا يا له من دين لو كان له رجال، يعني عرفوا قيمة هذا الدين. فلما تعرف قيمة هذا الدين لا تشكو للناس ضعفك، ولا تشكو للناس همك، ولا تشكو للناس مرضك، ولا تشكو للناس الهموم كلها، حتى ولو يعني أحاطتك من كل جانب، وإنما تكون شكواك لمن؟ لله رب العالمين. إنما بثي أشكو بثي وحزني إلى الله. أنت لما تصل إلى اليقين في الله عز وجل تصبح ترى الوجود هذا كله مسخر لك، تصبح تؤمن لما تقرأ وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، تقرأها تؤمن بها وتصدق بها وتدرك بأن رزقك آت، يعني رزقك مضمون، كما قالها ابن المبارك قال أو الحسن البصري: علمت أن رزقي بيدي ربي فاطمأن قلبي. خلاص وقع الإطمئنان نتيجة اليقين في الله عز وجل. شوف تلك المرأة التي أنزل الله يعني في شأنها صورة كاملة، هي صورة المجادلة، وش قال فيها ربي عز وجل؟ قد سمع سيدة خولة بنت ثعلبة. سيدة خولة بنت ثعلبة، نعم، بورك فيك. قد سمع الله، شوف القرآن الكريم عظيم لما نتأمل ونتدبر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي لمن؟ إلى الله. أنت لما تشتكي إلى الله يهمك. احنا المجتمع تاعنا مريض، احنا نقولها بكل صراحة، مجتمعنا مريض. الشعب يشكو من الحكومة، والحكومة تشكو من الشعب، والعجوزة تشكو من العروسة، والعروسة تشكي من العجوزة، والأب يشكي من أولاده، والأولاد يشكو من الوالدين، وحدث ولا حرج. رب العمل يشكو من العمال، والعمال يشكون من رب العمل، بمعنى داخلة في بعضها، كل واحد يشتكي من الآخر. لكن الأصل أن الشكوى لا تكون إلا لله. فإذا كانت للعبد صارت فضيحة. لماذا فضيحة؟ فضيحة لإيماننا، لأننا فقدنا اليقين في الله عز وجل. وهذا اليقين لا يأتي بعد التدبر، بارك الله فيك، لا يأتي إلا بعد التدبر والتفكر والتأمل ومجالسة العلماء. مجالسة العلماء مهمة جدا، من لم يجالس العلماء فقد جالس غيرهم. الجهال، ومن كان الجاهل قائده يفعل الجاهل بجهله بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. يقول سيد أبي مدين شعيب قدس الله سره: من لم يأخذ أدبه من المتأدبين أفسد من يتبعه. بورك فيك، نعم. وهذا يعني الشكوى تكون لله وحده، ولا يتم ذلك إلا إذا كان لدينا يقين في الله عز وجل. لا إله. ربما أخي نوفل فقط في موضوعنا يعني أثاره الشيخ محمد قبل الذهاب إلى الشيخ حسن، يعني دائما في التفكر في وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه الخالق وأنه ليس كمثله شيء. في قضية المجادلة، السيدة خولة بنت ثعلبة جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت السيدة عائشة، تقول السيدة عائشة تنزه الله سبحانه وتعالى عن المثلية الخلق، تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وقد كان يخفى علي بعض كلامه. كيف سمع الله سبحانه وتعالى؟ بعض الكلام، هي كانت بحذاء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، ولكن لم تسمع بعد كل الكلام، والله سبحانه وتعالى جاء وسمع كل كلامه بما يليق به سبحانه وتعالى، لا بجاره. لو هذه المسألة مهمة جدا، يعني نزيد إضافة فقط. احنا تعلمنا في اللغة العربية ان قد اذا دخلت على الفعل الماضي افادت
التحقيق الذي واليقين الذي لا شك فيه. أنت لما تقرأ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هل تشك في أن الله لا يسمعك عندما ترفع شكواك إليه؟ ما عاد الله، ما عاد الله. إذن احنا نحتاج إلى يقين في الله. لما ندعو الله عز وجل نحتاج إلى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وهذه ثمرة الشيخ محمد، هي ثمرة التفكر في ملكوت الله، بارك الله وصل إلى يقين. نعم، ونذهب إلى شيخنا حاسم ختامه مسك يا سيدي، خلاه لك ليك خاتمة الفاكهة أنت تعطينا. بارك الله شيخنا الكرام، يعني شيء عظيم، يعني أنا نناقش هذا الأمر بيعلمنا وجعلها صادر لله عز وجل. هذا الكون الذي كنا نتكلم عليه من شمس وقمر ونجوم وجبال وأرض وبحار، لعظمة الله تبارك وتعالى وعظمة هذا الإنسان عند الله تبارك وتعالى، كل هذه المخلوقات مسخرة للإنسان. الإنسان خلق من شيء دافئ، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، في آية قال من ماء مهين ما عنده حتى قيمة، يسخر له الشمس والجبال والأرض والكواكب والمجرات والبحار وما فيه. لماذا؟ ويعطيه ربي يقول هذا الإنسان اللي خلق من هذا الماء ما عندهش قيمة، احذر أيه الإنسان انظر. فيقول تبارك هذا المخلوق مسخر لك الإنسان، ولكن هذا المخلوقات تعبد الله عز وجل. في آية عظيمة يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ومن يهن الله فالآية من الخرب يهن الله فما له من مكرم. إذا كان هذا السماوات والأرض والنجوم والمجرات والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير من الناس بالسجود الآن. لماذا؟ أعطاك عقل. هذا العقل لماذا تدرك بحقائق الآيات التي تدلك على الصانع، على الخالق، على العظيم. الإنسان إذا استيقظ الصباح ونام، ربي يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. معنى الموت النوم يسمى الرسول موتة الصغرى، إذا مات الإنسان ممكن لا يستيقظ، لكن تعود إليه الروح ويستيقظ الإنسان، يحرك أطرافه، يحرك جسمه، بصره، عقله، أنفه، سمعه، ويتعرك. ثم في هذا الكون، هذا الكون من ما ألا ينظر الإنسان من الذي خلق الأرض؟ من الذي رفع السماء بغير عمد؟ من الذي أرسل الجبال؟ من الذي خلق لك الرزق؟ من الذي أعطاك شفتين وعينين وبصر تدرك بهما؟ من الذي أعطاك هذه القدمين حتى تتحرك وتندفع إلى رزق الله عز وجل؟ الذي در له لبن أمه في الصيف باردة وفي الشتاء دافئة، بارك الله أخوه، واللبن يخرج من بين فرط ودم خالص للشاربين. من الذي كان يطعم الجنين يا شيخ أمير وخاوة الجميع الشيخ نوفل وهو في بطن أمه 19 من يسوق لها؟ والأجواء كلها مهيئة، كلها مهيئة عدم الضر، بل تضر الأم ولا تضر الجنين، ويحميه بعطف وحنان ويصير يبعث له الغذاء. ثم إذا خرج الإنسان ممكن يكفر بالله تبارك وتعالى. يا ربي لك نود، بارك الله فيك شيخنا. شكرا إن شاء الله. وكان خير عندي الأم في المستشفى، طلبت من الشيخ ربي يشفيها ويعافي الشيخ إن شاء الله. الوالدة والدة الشيخ حسان يعني مقبلة على عملية جراحية يوم الأحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها بردا وسلاما عليها وأن يشفيها بإذنه ويشفي جميع مرضى المسلمين، ونطلب من المشاهدين الدعاء لها. آمين يا ربي، بارك الله فيكم، وإن شاء الله نسأل الله الشافي المعافي أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. كما تكلمنا حديثنا هذا الذي دار مع أصحاب الفضيلة حول التدبر والتفكر، ورغم كل هذه الآيات التي ذكرها مشايخنا، ولكن وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أشكر لكم أصحاب الفضيلة على كل ما قدمتموه لنا اليوم، نفع الله بكم المشاهدين الكرام. لم يبقى لي في الأخير إلا أن أشكر لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على حسن وفائكم ومتابعتكم لنا. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل معي، كان في الإخراج حمزة كمال، وفي الإشراف إبراهيم بوضياف. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.